Hello, everybody. This is teacher Salah al-Din. I'm part of Al-Watan International Group, and this is Civil Engineering Diploma. Today is a continuous lecture for Revit Structure. Today, we're going to continue drawing the columns, تابع رسم العمدة, and we're going to start drawing shear walls or RC walls, reinforced concrete walls. راح نكمل رسم الأعمدة بس نضيف إضافة عليهم how to extend كيف نمدهم للطوابق كاملة وبرضه نبلش رسم جدران وبعدها beams بعدها floor عقدات أو أرضيات وبعدها أساسات آخر جزء الأساسات و يعني راح توصل الفكرة ليش إحنا بنرسم هيك بالآخر إن شاء الله أوكي إن شاء الله تمام سوري استاذ محمد على المقاطعه بسيط مهندس سامعني استاذ محمد تمام سامعني واصل الصوت تمام اوكي انا مش سامعك معناته هيك سمعني تمام الصوت أستاذ محمد تمام مهندس تمام أستاذ محمد إحنا اتفقنا إنه بنرسم العناصر الإنشائية داخل structural plan داخل تمام structural plan اللي هو هاي هم structural plan رحنا على SOG هاي مفتوح عندي already بروح على SOG نسخنا مخطط الأوتوكاد من view Visibility Graphics, Imported Categories عملنا صح عليها وطبعنا المخطط هون وعملنا له Pin كان في هون كبسة Pin نحط عليه دبوس نثبته تمام صحيح رسمنا أعمدتنا هلأ إحنا لما رسمنا أعمدتنا نروح على Structure كنا نروح على Structure مش هيك كنا نختار Column بعدين البروبرتيز هون بتصير تتغير بغض النظر عن نوع الكولوم قلنا ايش نختار نوع الكولوم يعني نعمل دوبليكيت لنوع جديد ونسميه تسميه بالضبط جديد الى اخره نختار طريقه الرسم اول شيء عمود درسم رسم حر بس اضغط على فيرتيكال بصير بقدر ارسم العمود وين ما بدي او ات جريد بصير يقول لي اختار تقاطع شبكتين بكبس على واحد وبكبس على الثاني هات كلهم حكينا بالخيارات الإنشائية تمام هلا في هون عندي مجموعة العناصر أو مجموعة الخيارات اللي تظهر عندي لما أنا أشغل كلهم قلنا أول شيء الدبث والهايت أوكي الدبث والهايت تعتمد أنا بدي أرسم العمود عندي من الطابق اللي أنا فيه صعوداً ولا من الطابق اللي أنا فيه نزولاً تمام فأنا SOG وبحط height تمام تمام بحط height بصير يرسم لي من SOG لوين اللي بعد SOG جراوند للجراوند من التسوية للأرضي بطلع طلوع يعني بطلع طلوع وإذا برسمه depth تمام بحط بصير يرسمه من SOG لا الماينس واحد إذا فيه طبعاً الـ SOG ما في تحتيها إشي بنزل بالافتراض نزول تمام اتفقنا على الأوردر هذا وهلأ كمان نأخذ عليه مثال سريع تمام هلأ لما أنا أقول له هايت وأنا على الـ SOG شو بقول لي الأمر الثاني لازم أنقيه هايت لوين بدك إياه كونكتد يتصل بالجراوند ولا يكمل الثاني الى الاول ولا للثاني اوكي بدك ترسمه بين ليفل وليفل اذا بين ليفل وليفل اختار لي بين اي ليفل واي ليفل بقول له انا فاتح على الاس او جي كوني فاتح على الاس او جي بدي بلش من الاس او جي صح اكيد طيب بدنا نعمل هايت انه يطلع طلوع بما انه يطلع طلوع بصير اختار شيء تحت الاس او جي انا متفق بختار فوق فوق تعال نختار للطابق الثاني يعني الطابق الثاني اوكي تمام لاحظ هنا في رقم راح تظليله صح
ليش راح تظليله؟ هذا طول العمود، ليش راح تظليله؟ ما بتقدر تتحكم فيه يعني، ليش قصدك؟ ليش ما بقدر اختار طوله؟ لاني انا اخترت له من وين يكمل وين ينتهي. اها لاني اخترت له، قلت له بده يوصل عندي الطابق الثاني. اوكي، اختفى تمام. الرقم. تعال نرسمه هنا على التقاطع هذا. كبست عليه كبسة واحدة رسمه. خليني اكبس اكزت، بدي اطلع من الاوردر. تمام، تعال نروح نشوفه بالايست كيف صار شكله. شوف العمود السكوير رسمته جديد لوين صار، لوين واصل؟ للطابق الثاني. للطابق الثاني بالضبط. هيك انا حددته للطابق الثاني، وهيك انا بشيك وين؟ بالاليفيشن. وين بقدر اشيك؟ بال 3D. هاي ال 3D بينت عندي، بكبس على 3D. مبين. لاحظ كيف عندي العمود هذا واصل اعلى عمود عندي. طبعا هذا المكعب بخليني اتحكم من وين بطلع على المشروع. في عندي الزوايا الرأسية استاذ محمد، حكينا عنها قبل. والزوايا مثلا بدي من الزاوية هاي، بلف لي على المشروع من الزاوية هاي، بدي من الزاوية الثانية بتطلع لي على المشروع. بتحكم من اي جهة بدي اشوف الأعمدة او الرسم بشكل عام. الرسم بشكل عام من اي جهة بدي اشوفه. اوكي، تمام. طبعا هاي الليفلات عندي مبين لوين هذا واصل وكل شيء. اذا بدي ارجع للشكل الرئيسي او الديفولت، بكبس على صورة البيت اللي هون استاذ محمد، شايفها؟ شايف صورة البيت هاي اللي فوق المكعب؟ اللي فوق المكعب. بكبس عليها بيرجعني للشكل الديفولت. بدي اعمل زوم، نفس الشيء على السكرول وبشوف. تمام. تمام اوكي، التمام. نرجع على السلاب اوف جريد. العمود هذا اللي رسمته انا، خلينا نشوف البروبرتيز تبعته. شوف شو مكتوب البيس ليفل خصائصه. الاس او شو جي. بس البيس ليفل، ليفل الارضيه تبعته اس او جي، توب ليفل وين؟ الطابق الثاني. الطابق الثاني. يا عيني عليك. اوكي، في هنا بيس اوف سيت وتوب اوف سيت، مش مظبوط؟ مظبوط. استاذ محمد انا اتفق على شغله، لما تشوف كلمه اوف سيت معناها مسافه، معناها مسافه، يعني مسافه المقصود فيها ممكن تكون ارتفاع، طول، عرض، وات ايفر. لكن لما تقرا اوف سيت مسافة. معناها مسافه، يعني بعد. اوكي، بعد. اوكي، شو يعني الاوف سيت؟ شو يعني الأوفسيت؟ ثواني، قلنا الاوفسيت مسافه مش هيك؟ تمام. الاوفسيت مسافه. هذا العمود اللي رسمناه بدي اشطبه، قلنا ديليت، يا ديليت على الكيبورد يا ديليت اللي من فوق الاكس. الانسايد. هي انشطب. تمام، تمام. برجع عيني على الاس او جي فاتح، هيها صار لونها بالابيض معناته فاتح الاس او جي. هون برسم، بدي ارسم كولوم. تمام، فيرتيكال كولوم، بدي ارسم رسم حر. طيب جربت انا هايت واخترت الطابق اللي يوصل له. طب افرض بدي عمود ما يصل الطابق، شو بسوي؟ بخلي الهايت وما بختار رو ليفل، شو بختار؟ unconnected. unconnected، غير متصل. هسه بما انه غير متصل، قولي طب حدد لي قديش بدك طوله. اها خلينا نحط طوله متر ونص. تمام. تمام، متر ونص حطينا طوله، ونرسمه بنفس المكان. هاي رسمناه، راح يكون اقصر من الأعمدة خلنا الثانية. نشوف. ايوه بالضبط، راح يكون. نروح على 3 دي فيو. وين 3؟ هاي ال 3 دي فيو. شوف هيو اقصر. بعدين، شوف ال 3 دي، شوف كيف هذا عندي العمود اقصر. اقصر صحيح. مظبوط، عمود اقصر. فهاي هي فكرة رسم العمود بناء على البعد. يا بوصله لاي طابق بدي اياه، يا ايش طبعا هذا العمود نشطبه كمان من هنا. اوكي، ونشطبه من هنا. نروح على ستاب اوف جريد، نلاحظ انه اصلا راح من هنا. تمام، تمام سيدي. معي استاذ محمد. فعرفنا هاي تمام. الخطيه برسم الاعمده. طيب هلا بدك تقول لي، طب انا يعني صرت راسم هذول الطوابق هاي، ويعني مش منطق انه هسه امحيهن وارجع ارسم واقول له وصل لي العمود
للطابق الاخير، واصلا هندسيا ما بصير، انت لازم تشيك على طوابقك تشوف هل العمود نفسه بكل الطوابق. بمشروعنا هذا العمود مستمر نفسه، تمام. تمام، الاعمده مستمره نفسها. طيب كيف بدي امدها هسه؟ مش عن طريق الرسم، ما بدي اشطبها وارجع ارسمها واقول له اقول له بدي ارسم عمود جديد، اوكي، كولوم وبدي اياه هايت، ومش ان كونكتد، ما بدي اعطيك انا طوله، بدي توصل لي اياه للثاني او لبيت الدرج. لآخر البناية خلينا ما نقول. بدي اشتغل بالطريقه هاي لانه انا اوريدي رسمت وحددت وغلبني. صح فشوف الطريقه، اول شيء بحدد على العمدان الرسم وين بصير، الاستراكشرال بلان طبعا، اها تمام، بدي احدد على فهمت. العمدان. كيف بدي احدد على العمدان بس بدون ما احدد على كل شيء؟ من ال قل حددناهم احنا صح؟ قلنا في طريقة الفلتر المحقان، أول شيء ايوه بحدد كل شيء، صح. بفوت على الفلتر، بشيل كل شيء، بخلي الكولوم. يعني أوكي. ايوه طبعا بالمشاريع الكبيرة لما يكون عندي أشياء كثير محددة وأنا بدي أمسك اه إشي واحد، ما في داعي أروح أشيل هيك هيك هيك، كل واحدة تشيك أشيلها نيم. وأخلي بي. بتعمل تشيك اه نان تشيك نيم اه تشيك نون عفوا. وبختار ستراكشرال كولوم وبعمل اوكي. مين ماسك لي هسه الاستراكشرال كولوم؟ طيب بالضبط. الاستراكشرال كولوم بدي يوصلوا لفوق، واحنا الصح بشغل الريفت بدك تنتبه على الخطوه هاي، ما برسم انا العمود وبدي امده، يعني حتى طريقه انه من اول لما ارسمه اقول له هايت وللستير كيس لبيت الدرج يوصل، هاي الطريقة غلط. ليش؟ لأنه بصير يتعامل لي مع العمود كأنه قطعة واحدة، شيك في واحدة من الأول. للأخير، وهذا غلط صح مهندس؟ غلط بحساب الكميات، اه ممكن يصير عندك تداخل إذا صح. بدك تتعامل مع العمود كعنصر لحاله بالطابق ما برضى يمسكه هندسيا، والأفضل إنك ترسمه كل طابق. فشو بسوي أنا؟ بعلم على العمدان أستاذ محمد وبروح تمام على كوبي، شايف اها هاي؟ كوبي تو اه كليب بورد، تمام كوبي تو كليب بورد، نسخه، كوبي تو كليب حلو بورد نسخه، بروح على البيست، اوكي، اها في عندي البيست فروم كليب بورد. ثاني خيار الاين تو سيلكتد ليفلز، اكبس عليها، طلع شو فتح لي الاين تو سيلكتد ليفلز، يعني وين بدك يعمل له بيست؟ بدي يعمل له بيست بكل طابق، قلنا تمام يعني بتتكرر، فبكبس على هذا بكبس على هذا، ولاحظ هون طريقة الكبس اختيارية صارت. كيف بدي أعلم عليهم كلهم؟ يا بعمل شيفت، اها يا بعمل شيفت وبحدد تحديد زي هيك حسب أنا وين، أوكي، شيفت وبحدد عليهم كلهم وبقول له ينسخ لي إياه البيست على هذول الليفلز كلهم، بعمل له أوكي. خلو يعمل لي لصق، تمام warning 1 out of 30 in double continuing in schedule. اوكي تعال نشوف رسمتنا على الفيو مثلا الايست، شوف شو صار استاذ محمد لما عملت كوبي. انا رسمتهن بالطابق الاول صح، طلعن صحيح. السلاب اوف جريد الى السلاب اوف جريد، لانه كنا راسمين على الدبث، ترى كنا راسمين على الدبث، طلع رسموا من السلاب اوف جريد لتحت كانه في قاعده مثلا. صح. لما عملت كوبي وبيست نسخ لي اياهن يا محمد نفس الابعاد في كل طابق، نفس الابعاد. طب انا عندي بالضبط. الطابق الاول واضح انه مش زي الطابق الثاني، والتسويه مش زي الجراوند، صح والجراوند مش زي الاول. طيب شو بدي اسوي بالحالة هاي؟ طلع حتى واضح انه اخر اه طابق بختلف اعلى طابق، يعني هو العمود صحيح. يوافي، لكن مو طريقة هاي. بعمل كوبي وبيست زي ما سويت، بعدين بروح على سلاب اوف جريد تبعتي، تمام، بروح بمسك الاعمدة. كيف نمسك الاعمدة؟ بس نحدد كل شيء والفلتر وعلى فلتر
واخلي بس structural column. اوكي اوكي طلع هسه ماسك لي structural column هو صح. مظبوط. طلع عندي هون شو في البيس اوف ست، البيس اوف اوفست. ست نعمل هاي صفر، البيس اوف ست صفر نعملها change of set value so the column height is not zero zero. اوكي تمام. البيس ليفل نعمله slab of grade، والتوب ليفل نعمله لوين من اياه احنا، لوين عملنا طول هنا احنا قلنا بدنا للطابق الثاني الستير كيس. الستير كيس، بس اختار الستير كيس بعمل هاي صفر تمام. اها البيس اوفست صفر انه ما في مسافه، ما بدي انا مسافه معينه بدي للستير كيس. اوكي تمام. ثواني بس اوكي ستير كيس، ويا بنزل على تحت ابلاي او انه بروح على اي مكان فاضي وبكبس لحاله بيعمل لي ابلاي. هلا بنروح نشوف الايست شو صار، شاء مسخ لي الله، اياهم كلهم واصلين مظبوط مع لوين بعض. مع بعض، واصلين كل واحد وافي على الطابق تمام، كل عمود وافي على الطابق. وهاي الطريقة اللي أنا برسم فيها. عمل تعال نروح نشوف الـ 3D view. أيوه هون شوف كيف رسم لي إياه ومبين قطع، بالضبط. عرفت كيف؟ قطع حسب الطوابق، قطع حسب الطوابق، مبين لي وين الفواصل ووين كل إشي. مهندس الفاصل اللي بين العمود والعمود هذا بتكون العقدة يعني. هسا المفروض هيك، بس احنا قلنا الأول رسمناه بالدبث، كان هاي السلاب اوف جريد عندي ببلش هون وهذا نازل تحت السلاب اوف جريد، هاي الأساسات يعني مثلا، او يعني بالضبط هي رقبة العمود للأساسات. اوكي وهي فهمت هاي تمام. الطريقة اللي احنا بنشبك فيها العمود، بننزله نزول على الأساس، نرسم الأساس وبنقول ارسم العمود وصله للدبث هسا يعني مهندس البيس. تفضل. لا تفضل. اوكي خلينا نعمل اندو، هاي اعملها كمان مرة. شوف 3 دي فيو تمام 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 هذا العمود مكانه صح، صح مكانه جوا اللي تمام. لأنه فايت لورا صح؟ لا لا هو لقدام بس طالع الكلمة عليه يعني كتابة طالع عليه. ايوه اوكي تمام. يعني هذا بس خلينا هيك، هاي الليفل edit type خلي البابل على ون اند. مهندس المحاضرة ما نزلت امبارح ولا هديك. لا والله هيك محاضرتين اعتقد، وهي الثالثة او يمكن اربعة صاروا، ثلاثة والله او اربعة. معلش ما بحكي معهم. تمام ان شاء الله. تمام هيو هيك بين معك انه مرسوم على ايش بالضبط جوا جوا الفيو تبعنا. اوكي جوا تمام تمام طيب هاي اعمدتي هون، مهم. هاي اعمدة المشروع عندي هون. طلع كيف لما نكبس على عمود، لما نكبس على عمود شو بيعطيني البيس ليفل تبعه وين SOG اس او جي، وال توب اف ست قديش، توب زيرو. قديش طال يعني توب شو يعني اعلى صح، اوف ست شو يعني مساحة، مسافة، يا مسافة مسافة. بالضبط مسافة لفوق العمود اللي مسكته هذا قديش طالع لفوق. قديش طالع لفوق؟ كيف يعني مهندس انه؟ اوكي استنى بالله واحد واحدة، كبست عنصر إنشائي عمود بدي أشوف خصائصه وين مرسوم لوين ماد وين واصل. تمام. البيس ليفل تبعه قاعدته شو يعني بيس ليفل،
من وين ببلش؟ مستوى القاعدة مثلا أو زي هيك. مستوى قاعدته، بس مش كقاعدة اللي بتعرفها الأساس، أيوة لا، الأرضية القاعدة خلينا إنه نقول. قاعه، آه القاع، بالضبط. القاع تبعه وين ببلش؟ على الطابق الأرضي يعني. أيوه، مكتوب قدامها بالأسعودي الأسوجي، قاعدته تسوي. من الأسوجي. أوكي. طيب بدي أشوف هو مرسوم على أساس لفوق ولا لتحت، لوين طالع معي؟ مين اللي بيحددها؟ البيس اوف سيت والتوب اوف سيت. ايوه الاوف سيت اتفقنا معناها مسافه او يعني طول. التوب اوف سيت تمام. قديش؟ زيرو. يعني طالع اشي لفوق، لا معناته اوكي مش طالع لفوق، معناته مرسوم لتحت دبث. البيس اوف سيت يعني المسافه لتحت قديش؟ ماينس مترين ونص. بالضبط، يعني هو نازل عن السلاب اوف جريد ايش؟ ايوه ماينس مترين ونص، يعني وهذا اللي صار عندنا هذا مرسوم لتحت مهندس مش لفوق. لتحت، مرسوم نازل عن السلاب اوف جريد. اها فهمت عليك. اوكي طب اوكي شو بتفرق معانا احنا مهندس من تحت لفوق او من فوق لتحت؟ هسه بتفرق كثير. انت لما قلت لك بدك تيجي ترسم يعني اه عشان التوصيلات، امراتا مثلا في عندك محكوم بجسر انت لفوق، اه كيش يوصل لفوق تعطيه طول محدد وبتحكمه بالجسر او بتبلش ترسمه من الجسر. اوكي تمام. يعني بدي ارسم عمود، تمام، اه العمود متصل بجسر، بدي اه ما يفوت بالجسر، لانه خصوصا بحساب الكميات اذا بتفوتهم ببعض كعنصرين انشائيات بحسب كمياتهم مرتين، وهو ما بصير. ايوه انت لما تشرك حديد خلص اه مساحه كميه واحده في الصبه، شو بتصير ترسمه من فوق لتحت؟ تمام 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 نروح على السلاب اوف جريد تبعتنا. اوكي بدنا تمام نحدد الاعمده، فلتر، ستراكشرال كولومز. ما ضلش غيرهم صار يحددهم لحاله. كيف غريب، ليش صار يحددهم لحاله؟ اوكي طلع مالتيبل فاميلي سيلكتد، بس كلها شو مرسومه على نفس الاساسات، صحيح. كله مرسوم لسلاب اوف جريد، ولا ببلش من السلاب اوف جريد وبيطلع ولا بنزل؟ لا بنزل صح. بنزل. طلع التوب، المسافه للتوب لفوق قديش طالع؟ صفر. صفر. قديش نازل لتحت؟ ماينس مترين ونص نازل نزول يعني. نازل نزول. بالضبط، الماينس مقصود فيها نازل نزول. اوكي فاحنا تمام. بدنا اياه يطلع طلوع، وعرفنا انه طوله مترين ونص، بنصفر البيس اوف سيت والتوب اوفست بنحطها مترين ونص بنشيل يا عيني. الماينس صح؟ اوكي تشينج اوف سيت فاليو سو ذات كولوم هايت كانت بي زيرو. اوكي وقول لي غير قيمة الاوف سيت حتى ما يصير طوله زيرو. اه نعمل هون الاوف سيت تبعه مترين مترين ونص ونص وفوق زيرو. وفوق زيرو. عرفت انت ليش اعطاني الايرور صح؟ بس راح هسه ياخذ هذا شوي. بقدر اعمله زيرو طبيعي. تمام تعال تمام. نشوف هلا كيف صارت رسمتهم ال 3 دي فيو. لاحظ كيف انه هاي صارن كلهن فوق الليفل سلاب اوف جريد، فوق السلاب اوف جريد وتحت الجراوند. اه اوكي تمام. تمام نرجع للسلاب اوف جريد، نعلم الكولومز، نعلم الكولومز. العمود عندي مرسوم البيس ليفل تبعه سلاب اوف جريد، تمام، نبلش من السلاب اوف جريد وطالع من مسافة مترين ونص، مترين ونص تمام، تمام. وقلنا عشان نخليهن يكملن لكل الطوابق شو بنسوي؟ أول شيء بالله خلنا نشوف نطلع على الواجهة صح؟ طلع مش واصل، مش اه مش واصل واصل للجراوند، صح. مو واصل للجراوند، لأنه إحنا باقيين راسمينه غلط، وهذا مثال كويس، مش واصل للجراوند وأنا بعدني ماسك الأعمدة. طب كيف بدي أوصله للجراوند بدون ما أقيس الارتفاع وهاي؟ شو بستخدم بدل
البيس والتوب اوفست. بيس وتوب ايش بستخدم؟ بيس المفروض وتوب يعني ليفل. بيس وتوب ليفل اها بخلي البيس ليفل سلاب اوف جريد، والتوب ليفل شو بختاره؟ الجراوند الجراوند. يا عيني هاي عليك، يوصل الجراوند، وبحط هاي الاوفست بتخسرها 0. بالضبط هسه اها وصلها مباشرة له بالضبط، وصلها مباشرة. طبعا هون في عمودين، مش عارف ليش هذول العمودين ما في عمودين زي هيك بجنب بعض. هذا ريكتانجلر كولوم، هذا ايش؟ هذا 50 بـ20، هذا 60 بـ30، هذول واحد منهم صح؟ مهندس الاليفيشن هون جايب لك الواجهة كأنك بتطلع على المبنى من الوجه صح؟ بالضبط، الاليفيشن واجهة، معناها واجهة. ايوه يعني هذول كأنها عمدان بوجه مثلا بوجه البيت او بوجه المدخل يعني خلينا نقول بالضبط بالضبط. وليش انت مش قادر تشوف اللي وراهن؟ لانه خلص ان في كله تكرار، لو كان في عمود بالضبط هون بتشوفه. ايوه في هذا، بالضبط بس المشيات على نفس الخط خلص. صحيح تمام، تمام سيدي اوكي. هاي هسه زبطنا احنا بالنسبة للطابق الواحد. اوكي، هسه قلنا بدنا ننسخ نسخ لكل ليفل، ونعمل نسخ حتى يتعامل معهن عناصر منفصلة. انت تمام بدك تقول لي طب خلص صلاح، علم عليهم كلهن على العمدان، والبيس ليفل خلوا يبلش من السلاب اوف جريد، والتوب ليفل حطه وين ينتهي في الستيركيس مثلا؟ يقول لك لا، هيك يعني بتصير شيك في واحدة، واحنا لا بدناش، بدنا اه نسخ صح منهم. صح نسخ، ف بحدد على العمدان لحالهن العمدان، متأكد بس. اوكي، بس ماسك العمدان. والله اشوف هذا الهون مرسوم، اي واحد المدبل، الواحد المدبل طلع معي. اللي بواجهة الإيست أعتقد واجهة ايست، هاي محور جايبين الخمسة الثلاث شو ثلاث أربعة خمسة مع ثلاث أربعة خمسة صح؟ جاي وين؟ جاي على بالنص تقريبا هو بالنص الأربعة، بين الثلاث والأربعة والخمسة. طبعا في عندي مشكلة أنا. انا بقول لك مهندس هي هون مبين العمود هذا والعمود اللي وراه ممكن طبعا هي ليش؟ طبعا سؤال هلا، ليش طلع الاليفيشن؟ انا اي اليفيشن فاتح؟ الايست ايست. هسه ايست اعتقد لو فتحت اشي غير الايست مثلا النورث مش راح يبين هيك صح هسه من شو؟ هاي نفتح هاي نورث، نورث مثلا شايف اختلفت يعني عليك لانه هناك في بالضبط. عمود ووراء عمود واحد بالطول وواحد بالعرض كانه او واحد 30 وواحد 60 جاي وراه بالضبط، وعشان حلو حلو مثال حلو هيك نشوف الواحد يعني بالضبط بالضبط، عشان نشوف الاستراكشر البلان وين الايست هون. هيو انا اذا بدي اشوف الثلاث والاربعه والخمسه، هذا يا ايست يا ويست. هيو ايست، ايست بالضبط انا من الايست، ثلاث اربعه خمسه، في واحد هيهم هون عندي اثنين اللي ورا مدبل، بعض هيهم هذا وهذا اياهم هذول. هيو ايوه هاد واللي قدامه مهندس هم الاثنين ها ايوه هاد واللي وراه يعني واحد مشفت خلاص، لعاد مش مدبلات هن. ده لا مش مدبلات بس كأنه يعني ولما اعطاك شكل الواجهة اعطاك انه العمود هذا مبين وراه العمود الثاني بالضبط، طرف صح العمود الثاني بعد ايوه بالضبط بالضبط طرف العمود الثاني طيب بالضبط والله صح خلينا نتأكد هذا عمودنا صح. كيف بدنا ننزل الأوتوكاد تبعنا؟ الفيو، visibility graphics imported new categories new block، okay نعمل لها صح. اوكي زايح، زايح لفوق صح زايح لفوق. هيو خط العمود مظبوط لتحت.
خط العمود لتحت صح. اوكي، هذا من العمدان اللي قلنا خليه عشان نتدرب كيف بدنا احنا نحركه، كيف بدنا طيب نحركه يمشي صح. بتحرك العمود من مكانه. اول شيء بتكبس، يا بتكبس عليه وتختار الامر موف، اوكي ما اسمع تمام. بنكبس على العمود ونختار الامر موف، او قلنا الطريقه الهندسيه الافضل الالاين. بالضبط. المساواة الالاين اللي والمساواة. بقول لي اختار ضلعين يطبقن على بعض، بقول له بدي هذا مع، يتبعها. طبعا ما في هون ضلع له، ثواني. محاذاة قلناها صح؟ يعني انه اشي يكبس على اشي، خليها شوي بس. معلش خليني عمود. نكبس على الاوبجكت، لا مش هذا بدي اياه، العمود ايو ريكتانجلر كولوم موف، امسكه من النص، هيك طبق عليه اتوقع. هيك المفروض احنا نبطل نشوف، نروح على الايست، بعده مبين. مهندس لأنه طلع هناك في عمود أكبر من عمود جاي، اها اوكي، مزبوط كلامك في عمود 30 ب 30. صح. لا شايف. شو اسمه سان سي 2 هذا، سي هذا 5 جاي بوت. لتحت وهذا جاي لفوق كأنه سي 5 وسي 2. ايوه، سي 5 وسي 2 اصلا هن هيك خلص، بس لكن هو فعلا ما كانش طابق يعني حتى هسه طلع. هيك لا لا طبعا صح. هيك هيك صح. تمام. احنا طولنا شوي بموضوع الاعمده وقلنا عشان نكررهن وما يطلع قطعه واحده. اول شيء خلنا بس اشيل المتخطط الاوتوكاد تبعي، يعطيه العافيه. امبورتد نيو بلوكس، اوكي تمام. استاذ محمد قلنا عشان نخليهن يكملن للطوابق بدي نسخ منهن، بدي نسخ منهن، نتأكد بس من الفلتر structural columns، اوكي تمام. او بعملهن كوبي، بعديها paste align to selected level، بنختارهم كلهم شيفت، نطلع بنكبس اوكي. هسه بكرر لي اياهم لكل الطوابق. في ايرور واحد عندي مش مشكلة، بيقول لي دبل كاونتينج. ايش تمام، المشكلة مهندس؟ دبل كاونتينج يعني في اشي مكرر، في اشي مكرر مش مشكلة. طيب شوف هسه كيف اختلفوا هيك. اعترفوا، فانا اشوف يلا على الايست كيف شكلهم. طبقوا كاملات. بالضبط. طب لا ليش هيك، استنى شوي. طلع هذا العنصر، هسه العمود المرسوم صح اللي لما مش عدلنا احنا السلاب اوف جريد طوله صح، طلع هسه صارت في عواميد اطول من الليفل. طلع هذا وين بخلص، فوق الليفل بشوي، صح. وهذا وين بخلص، فوق الستير كيس كمان، مظبوط. اصلا المحاور الوهمية. طيب كيف بنعدل لهم انهم يمشوا بس مع طوابقهم؟ بنعلم على العناصر، اوكي تمام. بنعلم على العناصر وبنقول له اول اشي اوفست ما بدي، او هي المفروض اوفست صفر نحددهم. صفر حددهم صفر صفر لوين صح. بوصلهن. ستيركيس المفروض اوفست صفر يشتغل، ثواني والله
اوفست ليفل 0 0. لا، في something wrong. المفروض الأوفست يطلع صفر. الأوفست يعني محطوط عندي صفر، بس هو مش طالع صفر على ال ما مت اكثر طالع صح؟ أكثر. أوف ليفل أوفست ليفل صفر. طيب مهندس، هسه كل الطوابق نفس المقاس القياسات، يعني بين الطابق الأرضي والأول، الأول والثاني تختلف القياسات صح؟ تختلف، عشان هيك لازم انا اصفر. وهو بيشتغل لحاله. وهو يعني مثلا هسه انا بالسلاب اون جريد تمام، علمت على عناصري، حلو. اول شيء نسختهم على كل طابق، اها رحت على السلاب اوف جريد حطيت الليفل اوف سيت ام بيس اوف سيت صفر والتوب اوف سيت صفر. هسه لازم اختار سلاب اوف جريد الليفل، يعني يشتغل على ليفلات مش على اوفست مش على كثافه، باي اه جراوند اروح على الجراوند. There are identical instances in the same place. This will result in double counting in schedule. والله خلينا ننسخها هاي بس. قلنا البيس ليفل سيل جريد نشتغل على الليفلات احنا للجراوند. اوكي الأرضي. تمام. اوكي هاي بدي اياها المسج كوبي. اوكي مش راضي يعدلها. طيب معلش استاذ محمد، بس بدي اياك تعرف حاليا عشان هاي انا بدي اسال عنها اتاكد منها شو الغلط اللي بصير معي. مو عارف يعني هو المفروض انه يوصل العمود للطابق، اذا خلص انت بتصفر الاوفست معناته ما صحيح. رسم اساس الاوفست بصير يشتغل من طابق لطابق، لكن هون اطلع قايل لي فاريز مش راضي يغيره، يعني مو راضي يغير العنصر لسبب ما، لكن بتاكد منها. خلينا ناخذ بريك بس تمام سيدي، نسمي بوز ريكوردينج. المشكلة اللي صارت معانا، المشكلة اللي صارت معانا عشان بخصوص العمدان صح؟ بالضبط. طلع اول شو مشكلة واجهت الليفل عندي، شوف من وين نبلش، نبلش من هون ومنتهي هون تمام صح؟ صحيح. يعني شو اللي بصير قاعد استاذ محمد؟ اي اشي خارج العمدان، اي اشي خارج الليفل خارج حدود الليفل، هذا ما راح يبين معي لما اروح على السلاب اوف جريد. يعني شوف بالواجهه هاي كم من عمود فيه، واحد اثنين اثنين ثلاث ستة اربعة سبعة خمسة ستة، حتى هذا مش كله داخل ما راح يبين معي. اذا بروح على السلاب اوف جريد اوكي طلع كم من عمود عندي، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة. سبعة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة هاي من أي فيو؟ من النورث. شوف على النورث كم واحد، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ثمانية. ليش مش مبين هذا؟ لانه الليفل مش مرسوم داخل الليفل، لازم يكون داخل الليفل. تمام؟ احنا لازم رسمين يكون اشي داخل برا. اشي برا الليفل، فالليفلات دائما اذا بتتذكر قلت لك لما نجي نرسمهن لازم تكون طالعه عن حدود الرسم. فببساطه نمد ليفلاتنا، نمسك الليفل زي هيك، نتاكد انه احنا موجودين بإليفيشن
مده من الجهة هاي اها، ومن الجهة الثانية كمان. ومن الجهة الثانية بالضبط. طبعا هذا شكله القفل مفتوح عنده. ولازم يكون القفل مسكر عشان كلهم ينتقلوا مع بعض، صح؟ بالضبط. اها. خليني بس هذا أحركه هيك. أوكي. تمام. تمام. تمام التمام سيدي. هسه هذا لازم بس نخلي له البابل على الجهتين. اوكي، هلا المفروض كل العناصر تطلع عندي. هسه محمد قلنا بنرسم عمداننا، بس للمراجعة بنرسم عمداننا على السلاب اوف جريد، بننزل مخطط الاوتوكاد وباستخدام رسم العمود الحر. اوكي، نكبس على العمود الفيرتيكال كولوم، وعم مخطط الاوتوكاد نكبس مكان كل كولوم حسب نوع الكولوم، نتأكد رسمناهم كلهم وبس. تمام 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 طبعا لما نرسم العمود قلنا من اول اشي نرسمه لطابق واحد، نعم نرسمه من السلاب اوف جريد للجراوند، سلاب اوف جريد للجراوند. تمام، تمام رسمنا اول اشي للسلاب اوف جريد للجراوند، صار عندنا الشكل هيك، صار عندنا الشكل بس مرسوم بالطابق الاول. اها طيب بنروح على احد الواجهات، اي واجهة، نتأكد كل العمدان موجودة بالواجهات. اها تمام، نختار الأعمدة من تمام الواجهة. أوكي، تمام ونروح على الكوبي. تمام، تمام ولاحظ أول شيء المعلومات، نبلش من البيس ليفل سلاب اوف جريد اها وواصل للجراوند، تمام ومش طالع بمسافة معينة، اه خلص من ليفل لليفل. انت ما بصير تمشي بمسافة وبين ليفل وليفل، يا هاي يا هاي. صح اوكي تمام، قلنا بدنا نعمل نسخ منهن حتى ياخذهن. يعني مش اروح اغير انا هون ومده، لا اه ما بدي امده عشان ياخذهن قطع، يبين معي طوابقي، عشان بالضبط. يبين معي طوابقي. فشو بسوي انا؟ بعمل كوبي، احدد تمام الاعمدة من الاليفيشن، بعمل كوبي اها وبعمل بيست، وين بيست؟ align to selected level، اها وبدي لوين ينسخ لي اياهن؟ لكل الطوابق. الثاني، وهسه هو already موجود بال شو اسمه؟ بال بالسلاب، اس او جي بالطابق سلاب اوف الاس جريد. او جي. اوكي؟ اه تمام يعني هو راح ينسخه استاذ محمد، والعملية اللي بتصير عشان تفهمها، بنسخه وبشيله من فوق، وين بطبعه؟ عشان تعرف تقرا المخطط، بطبعه من فوق لتحت. لتحت. اه يعني هسه هو موجود بالجراوند ليفل، هسه هو اه واصل للجراوند ليفل، لوين بدي اوصله كمان؟ هسه للأساسات. يعني الفيرست، لا احنا بنطلع طلوع. اه عفوا عفوا صح، للفيرست تمام والسكند استاذ محمد، والثيرد. تمام سيدي. بس قبل خلينا نشرح لك كيف عمليه الكوبي بتصير. لما اعمل كوبي من ليفل لليفل، هو بشيله من فوق الجراوند. اه اوكي، من ارضيه الجراوند بشيله، وين بنسخه الكوبي تبعي؟ على الفيرست. اها
فلما انا احدد له المناطق البيست لازم تمام. ارجع احدد له الجراوند، لانه هو يعني اصلا ناسخه من الجراوند. اوكي، بعمل كوبي، بلت كوبي كلهن. لا، في واحد هون، بعمل كوبي، بروح على بيست، سيلكت الايند ليفل، معناته عندي الفيرست بدي والسكند، الجراوند اكبس عليه، الجراوند هو بشيل وبنسخ على الفوق، يعني بنسخ على الفيرست، بشيل وبنسخ على الثاني، اصلا شايله من الجراوند، فما بنسخه من الجراوند ولا من السلاب اوف جريد والستير كيس. سوري. طب ليش بالجراوند ما بننسخه مهندس؟ اوكي، هسا اول شيء نفهم شغله، انه احنا بس نتعامل مع الليفل، الليفل مش طابق، الليفل تمام منسوب صح، اكيد. لكن بين الليفل والجراوند هو الطابق، بين الليفل والليفل طابق. تمام، تمام هاي الفكره لازم تفهمها، لانه هي عمليه النسخ هيك بتصير. بما انه هذول ما بيمثلن طوابق، فما بصير انت تقول له يعني سؤال، لا احنا تعارفيا بنقول طابق الجراوند وطابق الارضي، لكن بالليفلات لما نحكي بالليفلات هو منسوب الجراوند، تمام منسوب الجراوند. ف يعني سؤال، هذا العمود موجود بأي ليفل؟ هاد العمدان هاي موجودة بأي ليفل، بأي منسوب؟ بالاس او جي. طب الاس او جي شو يعني؟ اس او جي سلاب اون جريد. طب الاس او جي هل هو طابق ولا بس منسوب رقمه 101؟ بس هو طابق التسوية ومنسوب رقمه 101. بس مش طابق التسوية، هذا الطابق. طابق التسوية يقع ما بين السلاب اوف او سلاب اون جريد والجراوند. بين الجراوند. فركز لي عليها محمد، السلاب اون جريد ليس طابق، الجراوند ليس طابق، الجراوند منسوب ليفل. تمام لكن طيب، طابق الجراوند اين يقع؟ بين يقع ما الجراوند. بين المنسوب اللي احنا سميناه 105 هذا جراوند، وما بين الاول. اوكي استاذ محمد، يعني لما تمام اقول ساب اون جريد هو منسوب يمثل ارضيه الطابق. تمام تمام، فالعمود عندي بس ينرسم، بقول لي رسمت لك اياه من المنسوب الاس او جي الى منسوب الجراوند، تمام ففعليا هو يعني وصلت استاذ محمد كيف وضح وضح. انه الستاب اوف جريد والجراوند والفيرست مش هو الطابق، الطابق هو ما بينهم، فهمت هو عليك. ما بينهم. فانا لما اجي انسخ عمداني، فانا لما اجي انسخ ليها هيك، اوكي لما اجي انسخ عمداني استاذ محمد، هاي عمداني وين موجودة؟ هاي بالسلاب اون جريد صح؟ قلنا هاي سلاب بالمنسوب مش طابق، ال101. المنسوب ال101 من منسوب ال101 لمنسوب ال105. تمام اوكي، مش تمام موجودة بالسلاب اون جريد، السلاب اون جريد منسوب وليس غرفة تحط فيها اشي، عرفت كيف؟ هو منسوب، فأي عنصر داخله بده اها يبلش منها، بس السؤال لوين بده يوصل. تمام، فهذا تمام واصل للجراوند ليفل. تمام، فاذا تمام بقول لك هلا لما اعمل كوبي، انا لما اعمل كوبي شو كيف بيقوم بعمليه النسخ؟ بمسكه من فوق زي ما هو طوله، طوله اها مترين ونص، بمسكه من فوق وبطبعه فوق كمان، اها بطبعه من فوق لتحت. اوكي تمام تمام تمام، اها فاذا هذا انا بنسخه وبعمل لصق على الجراوند، مسكه من فوق ولزق ورجع فوق بالجراوند، دبل لي اياهن. اوكي، ما فهمت علي فهمتهاش استاذ محمد شو المهندس اللي صار؟ كثير. لا كيف ما فهمتهاش؟ كيف آخر اوكي نقطة حكيتها ما مش فهمت. مشكلة، كيف بعمل عملية الكوبي هو؟
المعلم عليه، واخذ منه نسخة بمسكها تمام. من فوق وبلصقها بالليفل اللي انت بتقول له اياه اها من فوق لتحت. لتحت. يعني اذا هذا طوله متر ببلش من فوق من الليفل واحد وبنزل متر وبرسم لك العمود مكانه. ايوه زود فهمت عليه. لما كنا نختار احنا الجراوند بسكو من فوق ورجع على نفس المكان على الجراوند ورجع لزقه فوق، دبلوا مكانه مرتين يعني وبطول اقل. تمام اوكي، تعالوا على تمام 3 دي فيو. 3 دي فيو نمسك العنصر هذا، هيو بس ريكتانجولر كولوم، نبلش من السلاب اوف جريد وواصل للجراوند التوب ليفل. الجراوند. تمام، بروح على النورث، بحدد عمداني، حدد عمد. انت عرفت ليش حدد العمدان لحالهن صح؟ كيف؟ لانه تحديد، ليش حدد العمدان لحاله؟ لانه بيعرف زي الاوتوكاد اذا ما شملت كل شيء انت، بالضبط، يعني لازم، بحدد العنصر لحاله اللي بتحدده. ايوه بحدد، فلازم كله يكون داخل المربع، اها عشان هيك اختار العمدان لحاله. والطريقة الثانية بتختار كل شيء وفلتر بتشيل، تمام. أو برضه في عندي طريقة ثالثة أستاذ محمد بتعرفها بجوز أنت من الكمبيوتر كمان، طريقة الكنترول، تكبس على العنصر، بتصير تحدد تكبس واحد واحد. كنترول، بتصير تحدد الريفت فيهم واحد بسمح واحد. لك فيها. طبعا كيف بدك تعرف أنك كابس كنترول؟ شو في جنب الماوس إشارة شايف؟ اللي بلس. زائد، هاي الريفت بسمح فيها، لكن احنا بنعرف الطريقة الأسرع والأفضل. اوكي، عملنا تمام. لهم كوبي، كوبي الصفحتين جنب بعض، بيست الاين سيلكتد ليفل، بصير ارجع احط الجراوند، لا عدتو قلنا ان بشيله من فوق وبنسخه على الطابق اللي انت المنسوب اللي، سوري، المنسوب اللي انت اخترته من فوق لتحت. فاذا بختار له جراوند راح يرجع على الجراوند ينسخه وينزله. فهمت فلا عليك. بدي ال فيرست سكند، السلاب اون جريد بصير، لا والستير كيس، ستيركيس. وبقول له اوكي اوكي. اها تمام، شوف كيف كل واحدة طلعت قطعة. شوف صح. القطعة اللي مختار لي اياها، علم لي على اخر شيء نسخه. شوف الليفل عندي ستير كيس والطابق الثاني في عمود شو نازل لتحت، لانه مظبوط طلع زيادة. اخذ زي طوله الاول، اخذ نفس طوله الاول. هذا صح احنا رسمناه، صح هي الليفل صح. اوكي، اخذ زي طوله الاول وكمل. وراح لزقه فوق ونزل فيه نزول ونزل حسب فيه طوله لتحت. هاي، فلانه صح. هذا كان طابق، هذا ارتفاعه عالي، فلما اخذ نسخه وبلش فيها من فوق ورسمها نزول نزل ما بزيادة. كفى، نزل زياده، نسخ، بالضبط. نسخ. اوكي، تمام. نسخ. طيب هسا هذا ممتاز انه معلم لي شو اسمه، معطيك عليه زيرو متر بوينت، متر وستين صح؟ ايوه، وهون بيس اوف. بالضبط. هسا هون اطلع اول شيء مختار لي بيس ليفل، من وين نبلش؟ الطابق الطابق الثاني الثاني. باعتبار، وين واصل؟ للستيركيس. الستير كيس، بس فعليا هو نازل من الطابق الثاني، كيف بدي اخليه صح. بس بالطابق تبعي؟ بصفر البيس اوف بيس ليفل، بحطها صفر، بروح على مساحة العمل بعدل. اوكي؟ واخذها على طول. بالضبط بالضبط، سوري، هسه لو رحنا على 3 دي فيو مهندس راح يعطينا اياها كل طابق لحال. بالضبط. بس انا ما هو هسه المشكلة عندي مش بس هون، ترى هذه هاي انت حليتها لحالها. طب تعال شوف هون، اكبس على العنصر هذا، من وين نبلش؟ من الطابق او من الطابق الاول ثاني، ثاني للطابق الأول نازل. يعني مرسوم هو، لانه قلت لك بشيله من فوق وبلزقه تلزيق فوق وبنزل في نزول. وبنزل نزول. طلع وين نازل؟ على ايش نازل؟ نازل على الطابق التحت، وشايف كيف؟ صح. صح؟ وطلع خصائصه من الفيرست للسكند، اها
صح، زي ما قلت انت من الاول للثاني، بس طريقه اللصق هي من فوق لتحت، عشان هيك لزياده تحت. بس اها شو في عندي اوفست لتحت؟ ايش هي يا مهندس؟ اه الاوفست 0.15. في اه زياده يعني 15، كيف بدي اطبقه؟ بصفره. بصفر، بروح على مساحه العمل هي ورجع. صح، اوكي. بدل ما انا اروح على عنصر عنصر، بروح بعلم احددهم وبصفرهم كلهم. احددهم. اوكي، توب اف ست، بيس اوف ست، هاي البيس اوف ست لازم صفر، بروح على مساحه العمل هيك صفرهم. اختار 100% مصفر فوق ومصفر تحت. طبعا اها طلع بيس ليفل وتوب ليفل، بقول لي قاعد بتغير بكل قطعه، يعني مش راح اعطيك اياه، عرفت كيف؟ اه لانه محددهن كلهن انت. اها اكبس هون، طلع كيف صارت قطعه قطعه، ويم طابقه بالطابق 100%. هلا بنروح على 3 دي فيو. اوكي، هذول ليش مش هون؟ ثواني، انا بصمتهم صح. ما كرر لي اياهن على كل الواجهه. اوكي، انا وين اشتغلت؟ اشتغلت هون صح؟ بالنورث كأنه بالنورث. بالنورث، شغلي بالنورث. في عندي طريقة هلا تعلمها من عشان يكررهم على كل المبنى ايوه مثلا. عشان يكررهم، بظلل عليهم. في عندي اوبشن اسمه بروباجند اكستند، فلتر، سوري، المانج. ثواني ثواني، بروباجند اكستند، بروباجند اكستند، بروباجند اكستند. مش في الفيو، الفيو طبعا. استاذ محمد معلش، بدي ارجع تمام وقف التسجيل عشان طول الفيديو. تمام سير. ايش الملاحظة اللي حكيتها مهندس انت؟ انه هو طلع النورث، اشتغلنا بالنورث، تمام. رحنا على الساوث لقيناه مطبق نفس الشغل، بس الايست صحيح. لا، اذا بشتغل بالايست بيطبق بطبق لي على بالويست. الويست. مزبوط، تمام صح، فهمت عليك. تمام هلا في طريقه انا يعني اعمم شغلي على كل الاليفيشن، في طريقه من هون هلا بعطيك اياها، لكن بس تمام. اتذكر مكان الاوبشن شو كان، هو فيو موديفاي بروباجيت اكستند. اوكي، خلينا نشتغل بالايس نفس الطريقة منه انت بتعرفها. تمام. تمام، خلينا نشطب العمدان هاي. هاي ديليت، فيش عندي غير الأعمدة بالجراوند ليفل. تعال نشوف خصائصها زي ما بدي. نبلش من الساب اوف جريد، منتهي بالجراوند، وبصفر بصفر يعني على الطابق كامل. كنا بنعمل منها نسخة، بنروح على بيست، الاين تو سيلكت ليفل. اوكي، او تمام. ما بصير لا الجراوند ولا السلاب اوف جريد لانه مغطيات منسوخ فيهن من فوق لتحت. هلا راح يروح لي على الفيرست، ينسخه من فوق لتحت. فيرست، نكبس على سكن الكنترول، سكند، والستير سيركل كيس، نعمل اوكي. أصلاً بدنا نطبقهم على كل واجهة، صح مهندس؟ لا، بتطبق على الايست بيشتغل لحاله على الويست، أيوة تمام. هيك طريقة الريفيت. بتشتغل على النورث بيطبق لحاله على الهاي. أيوة طلع عندي العمود هذا لوين نازل؟
من الستير كيس نازل على الطابق الثاني. ونازل لتحت الثاني، من اه منسوب الثاني لتحت باتجاه الأول بالضبط. للطابق الأول. اه تمام، قلنا هاي كيف الطريقة بنحلها؟ يا عنصر عنصر باجي من الثاني، من بدي اياه من الثاني للستير كيس، بصفرهم. اصفر يا ابلاي يا بروح على مساحة العمل لحاله طبق. هيو شو سوى؟ بالضبط خلى صفر. لي اياه قطعة واحدة طابقة بالطابق. قلنا هذا الحكي باخذ وقت، نعمل احنا سيلكت اول الهن كلهن توب اوف سيت صفر. صفر، لانه اوكي. اصلا لما يعمل كوبي هو من فوق بيعمل، اه بس بيس اوف سيت قاعد بنزل نزول لعندي من تحت، لازم بصفر اصفره. بروح على مساحة العمل بياخذ الامر. بياخذ الامر وتطلع كيف كل عناصري طوال طابقية طابقية. صح اوكي، قلنا هون في اوبشن حلو بنستخدمه من المكعب هذا، بنحط رياليستيك يبين لي شكلهن واقعيات اكثر. تمام. هلا بما انه اشتغلنا بالايست بنروح على الويست، في داعي نعدل؟ لا خلص مفروض. اه هيو خلص اخذها لحاله. اخذها لحال بالضبط. هسه بنروح على 3 دي نشوف عمداننا اوكي كامله لكل طابق محدده جزء جزء، تكبس على العمود بعطيك بيعطيك شو الديتيلز اسمه كامل. سي 4، شو ابعاده، وين موقعه، من اي طابق لاي طابق، من اي منسوب لاي منسوب، اه ننتبه. بالضبط. تمام، تمام وهيك رسمنا عمودتنا 100%. تمام، حلو. تمام تمام حلو. الخطوة الثانية بعد رسم الأعمدة راح ناخذها بالمقرر هذا، اللي هو رسم الجدران الخرسانية. الله أكبر، الله أكبر، عزة الله، الجدران الخرسانية. خلنا والعشاء نسيف عندكم شغلنا مهندس؟ بالبروجكت هذا احنا. هسه العشاء عندكم مهندس؟ والله ما بعرف شو الاذان هذا. آه العشاء يا تسعة الله ونص ليش متأخر؟ احنا عندنا على 8:30 بيأدي. على 8؟ 8:30. لا يا زلمة، شو يا زلمة، أنا هذا مين الحرام مين الحلال؟ لا مو في ساعة بيننا وبينكم. إذا ما في قديش ساعة عندك؟ بالشتاء ساعتين وبالصيف ساعة أعتقد. الساعة عندنا 9 دقيقة. الساعة عندنا 9:30. اه هو عندكم على كيف؟ الساعة فيش فرق، عندنا 9:30 هسه كمان، بس اه بجوز بس بيختلف. هم احنا بيأخروش عندنا الساعة ممكن. اه احنا عندنا 8:30 بيأدي. اوكي استاذ محمد، هاي الطريقة ضروري تتدرب عليها. اوكي، ان شاء الله. وتتأكد دائما، تتأكد من ليفلاتك استاذ محمد انها مش بال 3 دي، على الاليفيشن ليفلاتك، تتأكد انها تكون مغطية كل عناصرك جواتها، جوا الليفل، مش مغطية تمدها، لأنه تمام الليفل إشي واقعي وإنشائي، مش زي الخطوط الوهمية هاي ساعدتنا بالرسم. اه تمام؟ الليفل اللي احنا راسمينه بالعرض هي اللي انت حط الماوس عليه بالضبط، صح؟ هذا قديش لازم يكون كمان؟ كل شيء جواته. فهمت عليك. حتى تمام؟ الجدران الخرسانية الاسقف كل شيء لازم يكون داخل الليفل. كل شيء لازم يكون داخله، ولا ترسم عنصر خارجهم. اها ما زي ببين ما صار عندك. فينا، زي ما صار فينا قبل شوي ما بين صح. بالضبط بالضبط، ما بين. وبرضه تمام قبل شوي كنا نختار بعد الكوبي البيست، كنا اه نختار الجراوند، كان هذا يشيله من فوق يرجع ويرجع مكان. يطبعه اه مكانه من فوق لتحت، تصير اثنين بالضبط ورا بعض صح. فصير خربطة. تمام. هاي تمام رسمنا أعمدة الموقع، الآن نأتي على الجزء الثاني وهو العمدان. خلينا نعطي مقدمة عن العمدان، بنروح على structure. أوكي، عمدان نروح على الجدران. وول. يس، اه structural wall احنا بنسجل. نعم، اه شغال الريكورد. نروح على structural، بنروح على wall. اوكي، تمام سيك. هلا نكبس على الامر wall. وول ثواني، ثواني بس والله.
اركيتكتشر صح؟ لا احنا ستراكتشر. لا هي اول مره بحياتي بقراها صح، دائما بسمعها بعرب تبع اركيتكتشر. المعماريه. والله يا زلمه الكلمه هيك هسه ثقيله اوكي بس. اوكي طلع مش قاعد بيختار لي وول ولا كولوم، ليش؟ ما بختار وول ولا كلوم. لانه احنا وين؟ فرونت وول. احنا بالاليفيشن، الاليفيشن شو بنرسم فيه؟ اللي حكينا الليفلات الاليفيشن صح؟ بس في الليفلات. اذا بدي اه ارسم اي بالضبط عنصر انشائي بدي اروح على على الاس او جي، على البلان، الستركتشر. الستراكشرال بلان. على البلان. برسم بأي واحد بدي اياه، بالعادي ببلش ارسم من تحت وبطلع، بدك من فوق مش مشكلة برضه، تمام. تنزل نزول تعمل بيس اوف سيت للعنصر بدل توب اوف سيت، عادي زي ما بدك. هذا الشيء بيرجع لك، انا متأكد انه هون في عمدان، مش مقتنع من برا الدنيا برضه. لكن مش موضوعنا هسه. وهلا بنكبس عوول، لما نكبس عوول كيف بعرف اني داخل امر استاذ محمد؟ بعطينا الموديفاي اللي هو وبتغير ايوه لونه. الموديفاي اشتغل، اوامر الرسم عندي هون. بليس، كلمة بليس يعني شو؟ يعني انا مش ضاغط على عنصر وول، لا بليس يعني اطبع، يعني اعمل لي جدار. اوكي تمام اعمل لي جدار. اوكي تمام فكبسنا، اشتغل الامر، عرفت انه شغال الامر. عندي تقريبا نفس العمدان. شو اللي سويته؟ سوري، play structural. اوكي تعال نشوف بس هاي الاوامر نراجعها. depth و height، شو يعني depth و height استاذ محمد؟ هاي مراجعة للكولومز. الدبث من فوق لتحت، ايوه والهايت من تحت لفوق صح؟ الدبث بالضبط، برسم من فوق لتحت والهايت من والهايت تحت من لفوق. تحت لفوق. تمام. اوكي فلما اختار انا ديبث او هايت بدك يطلع طلوع. هسه انا وين؟ بالساب اون جريد، تمام، تمام. وحطيت ديبث وحطيت ديبث. طب سؤال، اذا بحط له اني بدي اياه للجراوند، اوكي مش راح يضبط صح؟ the top of the low، طلع the top of the wall اعطاني ايرور. will the top of the low wall is lower than the base of the low، يعني راس الجدار اوطى من قاعدته. كيف اللي مش بتحبه راح يزبط منطقيا ما بزبط. اوكي صحيح. تمام. لكن اذا بختار depth، بختار depth، خلنا نفتح احنا على السكند فلور. يا عيني عليك، بنزل على بينزل الفيرس. والله. اشوف شو الفرق بالفيو السكند، خلينا نعملهم رياليستيك. صح. اوكي اذا ممكن رحنا على تبدأ من اذا ال رحنا على السكند فلور، حطينا وول وقلنا له ديبث، راح يشتغل هسه السكند فلور شو في تحته منسوب؟ الفيرست. نكبس على الفيرست، هيك برسم لي اياه. وين ما برسمه هون برسمه للثاني وبنزل فيه على الأول. للاول. اوكي وتطلع بطل تمام. يطلب مني طول اله، خلاص بقول لك انت حكمتني بالفيرست اوقف. بالضبط. اذا بديش اياه، خلينا نفرض اني بدي ارسم جدار من تحت لفوق. اوكي قال لك قديش بدك طوله بس. ايوه من تحت لفوق، وقول لي قديش بدك طوله. هو مش هو دائما بيقول لي قديش بدك طوله اذا عملته ان كونكتد. من تحت لفوق، من تحت لفوق، انا وين هلا؟ بالسكند. ما اني بالسكند وبرسم من تحت لفوق، بصير اقول له ارسم لي اياه على الاول من تحت لفوق على الاول، ولا بيعطيني ايرور؟ لا ما راح يزبط صح؟ ما بروح يزبط، راح يقول لي نفس الاشي. صح.
قول لي راس الجدار، سقف الجدار اقل من قاعدته، شو بتسولف فيه؟ اوكي، تمام. هايت من تحت لفوق، فاذا انا على السكند مسموح لي ارسم اي شيء فوق السكند. ديبث من فوق لتحت، تمام. ديبث من فوق لتحت، يعني اذا انا على السكند مسموح لي ارسم اي شيء تحت السكند، ممنوع ارسم على بيت الدرج، صار فوق السكند. تمام تمام. تمام هسه بغض النظر عن ديبث او هايت، في شيء خيار، قول لي حط الاوفست، في شيء خيار غير الليفلات، شو اسمه؟ unconnected. unconnected. شو يعني unconnected؟ لاحظ لما اكبس الفوكس unconnected، لما اكبس unconnected هاي بتظلها بتعطي انت الارتفاع بالضبط. المطلوب. قولي بما انه انت بدك اياه unconnected مش مشبوك باي طابق، بدك تعطيني طول، يعني شو انا ابلش ارسمه طيب من السكند ودقيته هون انت العمود، طب انا لوين اروح فيه لفوق؟ بعرفش، بدك تعطيني قيمه، بدك بالضبط. تعطيني طول اله. اما اذا بحصره هايت وانا على الثاني بدي اطلعه للستير كيس، خلاص بقدر ما اعطيه بده قيمه؟ هو، لا هو بوقته يعني. خلاص هو بوخته هايت. عرفنا شو الهايت والدبث استاذ محمد؟ تمام سيدي، واضح. تمام اوكي، خلينا نعمله هايت اوكي بدي اطلع على من الليفل هذا، خلينا على السلاب اوف جريد، نرسم من تحت، نرسم من العقد الارضيه. تمام بدي ارسمه من تحت لفوق، تمام، وبدي يصل للجراوند ولا ان كونكتد نعمله؟ شو بتحب؟ خلينا على الجراوند ومنطبق كمان جدار على، اعطيني بس مساحة رسم هون بس نطبق الأوامر. أوكي طيب، في عندي ثاني شيء، لوكيشن لاين. لوكيشن لاين هو من وين تمسك الجدار بالضبط حتى ترسمه، من وين تمسك الجدار حتى ترسمه. والله بس شغلة معلش، لما كنا نكبس على الكولوم كان يطلع لي هون الكولوم، شو نختار الكولوم صح؟ مظبوط صح. انا نشوف شو الاوبشنز اللي عندي للكولوم. جينيريك، الجينيريك هو المعروف اللي هو الجدار المسلح. اوكي اللي بنحكي له احنا جدار جينيريك ماسونري، الصلاة اللي هو جدار طوب هذه. ماسونري. اوكي تمام. وهاي كثير انواع، هذا ريتينينج، ريتينينج اللي هو جدار استنادي، هذا كيرتن وول، تعرف الكيرتن وول اللي بيجي عليها بيركب عليها واجهات الزجاج اللي بيحكوا له الطوب الزجاجي، عرفته. بالضبط، كيرتن وول. والله معانا ورشة كانت. وين؟ حلو مشتغل كيرتن وول والله، يعني والله مهند، لا ما اشتغلته انا، لا انا رحت على الورشة فاهم عليك فاهم، لما بس صياني مشروع كان موجود. يعني اوكي، بس ترى الكيرتن وول يعني هو في ناس امراض بتعتبر انه اذا الواجهه كلها زجاجيه هي كيرتن وول، يعني هو هي كيرتن وول اذا الواجهه زجاجيه تعتبر كيرتن وول، لكن يعني انا اشتغلت فيلل شبابيك كبيره معتبرينها كيرتن وول، هو كيرتن وول يعني اكثر من هيك معقد، عرفت كيف؟ فهمت بس عليك. هو فعليا واجهات زجاجيه. السي دبليو هذا هاي مقطعه، هو اللي بيجي فيه حديد، وهاي احنا اللي بنشتغل عليه الستاندرد اللي هو جينيريك. جينيريك والجدار اللي بهمني اهم شيء سمك الجدار، سمك الجدار. ما انت تمام بتحكي هسه جدار مسلح حديد جدار وكونكريت صح؟ بالضبط، تمام. حديد وكونكريت. اوكي اسمه جينيريك، نكبس جميل. على الجينيريك وول. هذا قديش سماكته؟ 20 سنتي، 20 200 سم. مين نعمل edit type، تمام، نعمل duplicate تمام. بدنا نسميه مثلا wall C او wall 1. اوكي خلينا نسميه wall 1. اوكي يا استاذ محمد هون اللهم صل على سيدنا محمد، شو كمان نسوي؟ شو بهمنا نغير بالwall؟ قلنا اهم شيء، او شو اللي خلينا نحكي البعد الاساسي بالوول هو سمكه، سمك الجدار بالنسبه لطوله وابعاده، هذيك تحدد بالرسم ما في مشكله. بنروح على ستراكشر نعمل اديت. اوكي اديت طلع شو بس معطيني؟ ثيكنس ثيكنس.
باجي على الثيكنس، قديش بدي جداري؟ خليه 25 سم عشان بس نقول غيرنا. اوكي، تمام. ماتيريال، وننتبه احنا هون صرنا نغير ماتيريال من هون كثير، لكن بكبس على المربع هذا بفتح لي شو الماتيريالز الموجودة عشان يطبقها بالرسم. يا الله بطيء. هنا شكله ما ناس اشتغل، لكن اهم شيء طلع شو الماتيريال اللي عندي. ماتيريال براوزر، بروجكت ماتيريال، ديسكريبشن اير كلاس جاز. طبعا اكيد مش راح تعمل انت جدار اللي هو كونكريت، خلينا نكتب سي. طب هاي الاوبشن ايش مهندس هي؟ تختار الماتيريال. اوكي، كونكريت الله، حاط شغلات كثيرة يعني، قصدي يعني ما هو انت اذا بدك تعمل جدار زجاج، بدك تعمل يعني حاطك كل خيارات الماتيريال. حلو. كاست ان بليس كونكريت اللي هو صب في خرسانة، صب تمام. في الموقع، كسر 350، كونكريت خمسة وثلاثين. ماسونري يونت اللي هي هاي المونة، كونكريت كاست ان سايت، كاست ان سايت هاي يعني اكثر شيء معتمد برضو احنا بنستخدمها. كونكريت كاست ان بليس جراي اللون، وبيجي عطره شوي هذا الكونكريت. كونكريت بري كاست، بتعرف البري كاست صح؟ لا، اللي هو اللي هو بنصب بالمصنع، المناصير بصبه بيجيب لك اياه ناشف وجاهز وانت بتقعده بالموقع وين ما بدك يعني. اللي عرفت مهندس. زي تتذكر الجسر اللي هم يركبوا فيه، وقع بعمان كانوا شايلين قطع بري كاست ايام بس كورونا قعدوها على تذكرت. الجسر انكسر، هذا هو تذكرت. البري كاست. يعني هاي انواع اللي المواد. يسموها قوالب جاهزة او شيء زي هيك. طبعا هذا 35 ميجا باسكال، هذا كونكريت عالي كسره كثير. خلينا نحط احنا اللي كنا نشتغل عليه ال 25، صح مهندس؟ ال 25، ال 35 هذا يعني كثير كثير زيادة. اوكي، كونكريت كاست انسايد، صب في الموقع، مش تصبه بقالب بالشركة وتشده وتجيبه. فهمت شو يعني كاست انسايد وكاست بري كاست؟ تمام مهندس. اوكي، نعمل اوكي. شو غيرنا من هون بالدبليكيت؟ اسمه، نروح على ستراكشر، اهم شيء بس من غير الثيكنس وبس، هذا اللي بيهمني. نوع الكونكريت المستخدم. نوع الماتيريال المستخدم. اوكي، هيو صار عندي وول 1، بنزل بالانواع، صار عندي اسمه وول 1 من البيسك وول. وول 1 اختار الوول 1 عندي، ثيكنسه 25، بدي ابلش اطبق. شو معي اوردر ايش؟ بليس ستراكشرال بليس وول، ستراكتشر وول. اول خيار بالرسم لاين، يعني بدي ارسمه، بكبس كبسة واحدة بالمؤشر وبمد وبس أخلص بعمله هيك. تمام، تمام. بعمله هيك، أعمله هيك. طيب إذا إنه أنا ما بدي يعني ما بدي يظل هيك ماشي زي السلسلة معي، شايف هاي تشين؟ فيه طلع شين، بس اطفيها، بس اكبس هون، برد بالضبط. ترك لي الطريقه، ترك لي السلسله، خلاص بقول لي اختار نقطه جديده، بقول له هون هون وتركني. اذا بدي اكمل على التشين طلع اعمل هيك هيك هيك، هاي التشين عملت لي زي نظام سلسله، وهي عملت حرف اس على اسمي شيء مرتب بالجدران. تمام، تمام. اوكي. شو كمان عندي اشي بدي اعطيك اياه؟ التشين، الاوفست، اللي هي الاوفست شو قلنا بتمثل ايش؟ الاوفست كان المسافة، صح؟ مسافة بالضبط. ف اذا بعطيه اوفست هون برسمها هو. كان خمسة،
اوكي ثواني طلع كيف صار عندي هون، شو رسمه؟ اي سوري ثواني بس خلينا نطلع منه. اوكي تشين اوفست 5 ثواني بس، هايت للجراوند طبعا. ليش مش راضي يعطيني اوفست هو عليه؟ لانه انا محدده بايش؟ لا بالجراف شوي، هاي اللي محدده فيها. الاوفست الاوفست انه ترسمه قديش، تشوف قديش المسافة. بالله قديش مهندس قديش المسافة بين هاي وهاي؟ بين اني مش بين هاي وهاي، ثواني بس، اوكي بين هاي وهاي قديش طلعت المسافة عندي بالضبط؟ 5 متر. 5، اللي هي الاوفست انت بتختارها. اول اشي بقول لك اختار بعد، خلينا نشوف هالاوفست. اوكي لا معلش خليها الاوفست هاي، انا ما اشتغلت عليها قبل. المهم الهايت والهاي، عرف الهايت مربوط بطابق ولا انكونكتد؟ انكونكتد بدك تعطيه مش قديش، مربوط، انت بتعطي اللي قديش بدك اياه. ارتفاع تمام بالضبط، ارتفاع تشين انه يكمل لي على نفس الجرة. في اخر واحدة هاي هون جويست، جوين ستيتس. جو ستيتس. الجوين ستيتس شوف هون كيف عمل لي بالتشين، في زي عمل لي لحاله جوينت، مع انه انا كسرته المفروض يطلع فيه زاوية فاضية. يعني مثلا اذا بشيل الالاو هاي بحكي له ديس الاو، انا عامل تشين وبدي ارسم بلاين، ما راح شوي بضل خليها الخط دغري اعتقد، صح؟ شوي برضه بس لأنه بطيء شوي صار. أوكي طلع كيف هسه؟ طلع شو صار عندي هون بيناتهن؟ فراغ، ما عمل لي جوينت. صح. إذا بعمل له جوينت ديس ألاو ما بربطهن زي ما كان هون. طلع كيف ربطهن؟ هون كيف ربطهن؟ كان الاو معمول له الجوين، الربط كان معمول له سماح. لما عملت له ديس الاو عدم سماح بطل يعمل لي جوينت لحاله. صحيح. اوكي هاي اوامر الرسم اللي بتفيدك. طبعا احنا رسمنا بخط، تقدر ترسم جدار بتريانجل نقطة بداية وتطلع سمك الجدار نفسه اللي ترسم عليه الدبليو 1 نقطة نهاية، وهاي رسم الجدار. الجدار اللي بتستخدم فيه التراينجل وين افضل شيء تستخدمه؟ اذا بترسم خزان مي بالعاده. اوكي بير مثلا، إشي زي هيك. بير شيء زي هيك بتستخدمه له الريكتانجل. بوليجون بيجي له اكثر من مضلع، برضه بوليجون مع سنتر، سيركل جدار سيركل، بس هاي ممكن اختار لمسبح او اشي مثلا، ما ادري. بالضبط، اختار سنتر ومع راديوس نصف قطر ترسم لك الجدار. الأقواس هاي عرفتها كيف، نفس طريقة رسم معظم اللي استخدمناهن، اللي قوس، قوس بمركز، قوس بثلاث نقاط، قوس بمركز، قوس بنقطتين، وهذا الإكليبس اللي هو إليبس البيضوي، وبرضه هذا إليبس، قطع من إليبس، قطع من بيضوي مش قطع من دائرة. وهذا برضه إيش بيك لاين، اكلاين. اللي هو اتفقنا إحنا لما بدنا نطبع جدار على جدار نجيب مخطط الأوتوكاد وبنعمل بيك لاين. وإحنا إن شاء الله هسه هذا اللي راح نعمله على مخططنا. أوكي حتى نرسم تمام النقطة الثانية. تمام بدي أطلع من الأوردر وأعمل هيك وأشطبهم كلهم ديليت. احنا وين هلا؟ بقول لي النورث والبي ديليتد. اوكي بس تعال برضو لو رحت شطب لي، شطب على لي هذا 3D مرة.
لو رحت على 3D فيو مهندس بيعطينا اياه عادي. خلنا نشوف. سوف أقول لك شو راح يعطي. راح يعطي هين هين هون جدران. بالضبط. أوكي جدران اللي رسمناه هون. حلو. ايست وين كنا؟ ثلاث سعودي. اوكي تمام. طيب خلينا نروح مخطط الاوتوكاد سريع. بس اليوم اخذت منا الموضوع الاعمدة الصراحة زيادة شوي، المفروض مش هيك. طيب استاذ محمد، من هون من قراءة المخطط هذا انت صرت تعرف تقرأ مكان الاعمدة، قواعد واضحة عندي هون، جدران تعرف تقرأهن وينهن؟ أعتقد هذول يعني بين التي بي والتي بي، صح؟ نوعا ما، بس انا بدي جدران خرسانية مسلحة بالرسم. هيهم اللي هم. ايوه هذا ايوه ايوه هذا. ايوه حدد بواحد. اوكي طلع كيف معمل له هاتش لون، هذا الهاتش يعني متعارف عليه انه للخرسانة المسلحة. تمام، احنا هون بأي منسوب؟ احنا فاونديشن بلان. تمام، في عندي الاساسات. جدران قاعد بتطلع من الفاونديشن بلان ولازم ارسمها عندي بالمخطط. اوكي حتى وتعال نشوف وين هي، من وين جايه لوين جايه. يعني لبدايات الاعمده، لبدايات الاعمده. تمام تمام. تمام هسا شو قلنا اهم بعد بالوول تا نرسمه؟ اللي هو سماكته، السماكة، صح؟ سماكه الجدار. نعم سماكه الجدار. بدي اروح على السكاشن، بدي اروح اشوف سكشن العمود عندي. العمود شو رقمه او اسمه اللي بدي اروح اشيكه؟ شو انت قلت لي اسمه؟ ون واحد سي فور. لا، لا سوري، الجدار الجدار. واحد واحد، هذا كمان واحد واحد. تعال نشوف هذا شو اسمه، هذا اثنين جدار اثنين واحد واحد، هذا الجدار اثنين 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 اسمه. اوكي تمام. تمام، وهاي جدران الخارج الطوب هاي، صح؟ الطوب ثلاث ثلاث كروس سيكشن غير. اوكي تمام. تعال خلينا نشوف كروس سيكشن للجدران، مندور على واحد واحد، هذا ايش اسمه؟ سكشن واحد واحد. واحد واحد. شوف كيف كأني قاص الجدار وبطلع عليه. اوكي هذا كأنك بتطلع عليه من فوق، او من لا زاوية، من لا مش من فوق، مستحيل من فوق، من فوق لا من فوق الجدار. الجدار تسليحه يعني ممكن انك تكون تطلع عليه من فوق، مش مستحيل، بس لا هو السكشن اتفقنا انك انت قاعد بتقص تطلع بوجهه شو في جواته شو حشوته. انا قصدي انه مثلا مهندس، مثلا هو عرضه 20 سنتي، عفوا ايوه سماكته 20 سنتي وعرضه مترين، انت بتطلع عليه هيك من ال 20 سنتي، صح؟ ايوه من ال 20 بالضبط. سنتي هيك بوجهه كانك ايوه قاص انه فاتح العمود ماخذ شريحه، كيف بتقص بالضبط السنيوره، بتقص السنيوره وبتشوف شو في وراها، بالضبط. ايوه هيك انت شايفه. تمام. عرضه عندي 20، سوري سماكته 20. اها اوكي سماكته 20، بنروح على الوول هاي اللي وشو تحته بنسوي قاعدة مهندس، كيف؟ اللي تحته قاعدة. اللي تحته قاعدة، قاعدة جدار. تمام. بروح على الوول بعمل دوبليكيت بسميه واحد واحد، بكبس على هذا اول اشي edit type، اها بعمل دوبليكيت بسميه وول واحد واحد هيك اسمه صح؟ صحيح.
ايه الثيكنس تبعه قديش قلنا؟ 20. 20. بروح على edit بالستراكشر، بروح بحط له اياه 0.20 وكونكريت كونكريت. اوكي اوكي بعدين طلع هون وعادي تفضل. بالعادي كان يخليني اغيرها من هون هون، لا بدك تروح على الستراكشر edit، هذا الفرق بينه وبين العمل. اوكي عملنا تمام. عمودنا هون، كيف بتقول لي بدي ارسم وبدي اروح اقول بين هذا وهذا والمحور واضل اقلب؟ لا، نشغل عندنا مخطط الاوتوكاد من فيو، نرسم السكشن الثاني للعمدان. شو عندي كمان سكشن؟ عندي سكشن 2 2 2 3. هذا قديش ال 2 2 عرضه؟ 35. قديش عرضه؟ لا، 20 صح؟ 20 ولا 20. 25؟ طلع من السلاب اون جريد، هاي السلاب اون جريد، ايها سلاب اون جريد، سلاب اون جريد لفوق، شو السكشن تبعه؟ 20. اوكي الجدار الخرساني 20، هذا اضافه له، هذا يعني بده يكون عزل، بده يكون جدار جدار طوب، طوب حسب شو ممكن. المقصود، حسب شو المقصود. وتطلع السلاب اون جريد على شو المفروض تقعد، مش طمم شو اسمه اللي طلعته من البناء ترجع تحطه وتعمل سلاب اون جريد. الصح بالضبط. تجيب كومباكتد فيل، تجيب طمم مرتب خاص يعني اوكي، خصوصا اذا بدك تشيل سيارات سلاب اون جريد، كراج اشي بدك تجيب بالضبط. يا طمم من برا، احجار دبش اشي كويس، او انك بتعالج الطمم اللي عندك. تعالج الطمم كيف يعني؟ يعني بتطلع منه، بتاخذ منه الاحجار اللي بتقدر تستخدمها، بتاخذ الرمل الناعم بتحطه بالاول، بترش عليه مي، بتشبعه مي، خطوات معالجة الفل. اوكي تمام هاي سمك جداري، انا من هون بدي ابلش ارسمه صح؟ من العشرين صحيح. اتفقنا؟ جدار مسلح هذا سكشن 2 2، وسكشن 3 3 اللي هو اصلا مش طالع معي جدار كونكريت، شو طالع معي؟ جدران عادية هون. طوب. اوكي طوب او حسب الليجند يعني من الموقع شو عامل، على الاغلب طوب، بس شو نوع الطوب؟ طوب حراري ولا طوب مسلح ولا اوكي. صحيح. لكن من السابون اوف جريد انا ما بدي ارسم 3 3 تمام، تمام. اشوف سكشن 5 5 في عندي اشي طالع من السلاب اون جريد برضه لا صح. برضو؟ لا من السلاب اوف جريد ما عندي اشي. ستحت هذا يعني خليه هذا لايش؟ لما اجي بدي اعمله مع الاساسات. اوكي انا من السلاب اون جريد درسه برضو ما عنديش، هون من السلاب اوف جريد عندي اشي برضو؟ لا مش عندي اي جدران مسلحة. بس اللي تحت هاي جدران مسلحة ولا هاي جدران مسلحة صح مهندس؟ وين؟ اللي تحت، خلينا نقول اللي تحت السلاب اون جريد. هاي سكشن جدار ماشي اوكي، يعني خصوصا هذا وين وين يستخدم؟ اللي هو بمحيط المبنى عشان الطوب الخارجي، الطوب الخارجي بتاع المبنى يكون طوب سميك، فبده بالضبط. يكون في زي يعني هي مش جدار يعني، على الاغلب كجسور يعني اوكي، ايوه او صح. جدران يعني الجدران الخارجيه برضو لازم تعمل لها اللي بسموها العرقه صح؟ ممكن تكون عرقه لجدران خارجيه، ممكن تكون عرقه لواجهات خارجيه للمبنى برضو اوكي؟ اها تمام. وصلت تمام. فعندي بس واحد واثنين، واثنين قديش ابعادهم؟ 20 20. وهذا 20، بس قلنا لازم نسميهن كل واحد لحال تمام. تمام. وثلاث عندي فيهوش شيء صح، بالضبط. 2 و2 منروح وبنعمل عملنا واحد نعمل اثنين نروح على واحد، اي واحد فيهن هاي الوول واحد نعمل edit type
دوبليكيت اسم مي دبليو 2 2 اوكي اديت ثيكنس 20 0.20 اوكي هاي 2 2 1 1 بنروح على فيو فيزابيليتي وجرافيكس امبورتد كاتيجوريز نقول له بين لي النيو بلوك اوكي هاي النيو بلوك عندنا بين هسا انتبه اني اطلع اول شيء طلع شو عندي في عندي الاوبشن بلاي ستراكشرال بلان خليني اطلع منه شوي اوكي قلنا اول شيء لازم يصير كله ازرق تضغط عليه معمول له بن اتاكد انه معمول له تثبيت عشان ما يتحرك عشان ما يتحرك بالضبط اوكي تمام نختار واحد واحد ونروح نشوف وين عندي واحد واحد روح structure wall اوكي 2 2 وبنعمل ايش pick line او عادي رسم حر وبطبعه عليه وين ما اجى تعال نشوف وين عندي الجدران قلنا ما عندنا غير هون هذول مناور صح اوكي طبعا اذا بنلاحظ هون مش مبين وعي كثير صح الخطوط طيب نتأكد بس على شو مختار جدار 2 2 اللي هو سمكه 20 بس بالضبط خلينا نشوف على الاوتوكاد كيف شكله بس هذا 2 2 وهذا 1 1 اوكي وماشي من العمود للعمود تمام طبعا اتفقنا انه هون اللوكيشن لاين من وين انت ماسك العمود سوري الوول وول سنتر لاين ولا الكور سنتر لاين ولا الفيش الفينش فيس ماسكه من وجه النهايه تبعه الخارجي وجه النهايه تبعه الداخلي يعني على اليمين والشمال اوكي ولا الكوس في كوس كور فير اكستيريور يعني يا ماسكه من الطرف لبرا يا من الطرف لجوه يا من السنتر لاين يا من الوجه الخارجي من الوسط كور فيس سنتر لاين يا من الوجه الخارجي من الوسط للوجه الخارجي اوكي خليها على تمام السنتر لاين احنا تمام هاي ماسكين العمود هون نعمل هيك سوري انا بعدني ببالي على الأعمدة للعمود جاي صح؟ لا هسه شو اسمه اللهم صل على سيدنا بس نتأكد احنا بسلاب اوف جريد بدنا نرسم هايت ونرسم ولا الجراوند ننتبه من هاي الشغلة عشان ما نكرر غلطنا نحط ستراكتشر شغال عندي الاوردر اوردر مول اوكي تمام بدي اختار له البداية والنهاية والنهاية هيك بس اتأكد انه واصل طابق اوكي وهيك رسمنا الجدار أيوة مبين عندي قطعة واحدة وباجي هون نفس الاشي لازم تشوف المثلث عشان يكون ايش طابق انه صح؟ طابق يس تمام هاي رسمنا الجدارين مع انه هون لازم هذا رسمناه على 1 2 هذا سوري صح متأكد واحد وستين ماسكين واحد الجدار خمسة وعشرين
ايوه خلنا نروح سوري على الوول، نختار الوول واحد واحد ايام من هون. ونرسمه هيك بشكل المثلث بكون طابق. اوكي رسمناه تمام بالسلاب اوف جريد، خلينا نروح نتأكد على الواجهات، شوف بالساوث. ويت سوري، 3 دي هاي جدارنا قطعتين، لاحظ انه وهون بتيجي أهمية الريفت، انه بيورجيني اذا في خلل في تداخل. اوكي بالضبط يبين عندي كأنه على الواقع. صح هاي مظبوط الجدران تبعتنا هيك مبدئيا. حلو اوكي ونكمل رسم على المخطط وين في اي جدار. تمام السلاب اوف جريد، وين كمان قلنا عندي عمدان مسلحة، هذول اثنين شيك. اللي هم واحد واحد وواحد واحد مظبوط ايوه واحد 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 واحد، احنا ايش مختارين؟ مش مختار اي امر، اروح على كولوم واحد واحد شغال عندي. اي واحد واحد يبلش من هون، ارسمه هون، وعشان ما يعمل لي هاي كيف بدي اخلص منها انه ما يكمل لي من هون. على التشين. يعني عليك التشين، بس لازم اطلع من الاوردر عشان ياخذ التشين الجديدة. تمام والتشين مش شغالة هسه، ايش لا هذا واحد واحد برضه، واحد واحد مزبوط هذا واحد واحد. هاي اشتغلنا بجدراننا المسلحة، نروح على 3 دي فيو، وهاي برضو جدران مسلحة. من وين لوين مرسومة؟ من سلاب اوف جريد طلوع للجراوند للجراوند. اوكي بالضبط للجراوند، وبعدين بنروح على مخطط الاوتوكاد، بنشوف الطابق اللي بعده، شوف في عندي جدران مسلحة برسومها عشان بعديها ابلش احط بيمات، تمام بعديها احط فلور. هيك خلينا نوقف لليوم لانه اكيد تعبنا من اثنين يعني.